احنا احلى بنقول ازاي ايه بعض النصائح للحفاظ على علب المطبخ البلاستيك عشان تعيش معاكي فتره كبيره. كل بيت عندنا وكل بيت مننا عنده علب بلاستيك. العلب دي ممكن تكون غاليه، ممكن تكون متوسطه الاسعار، ممكن تكون رخيصه، لكن ازاي ان احنا نستغل العلب دي بشكل سليم وصحي. اول حاجه هنقول ان احنا ممكن عشان العلب دي ما تتاثرش باي ريحه او باي طعم بتحط فيها، لان بنحط الاكل المخزون فيها دايما وبيعتبر ممكن يتحط في الثلاجه فتره كبيره او بره الثلاجه. اول حاجه الميكرويف، لازم نكون حذرين جدا ان احنا نحط العلب دي في الميكرويف، او لو العلب دي اصلا بتتحط في الميكرويف المفروض ان احنا نعرف الاول قبل وضع اي عبوه بلاستيكيه في الميكرويف، لان في حاجات بتكون صالحه ان احنا نحطها، لازم ان احنا نعرف ان هي امنه للاستخدام داخله، وكمان عشان الاكل اللي جواها ما يتحللش وما يفسدش الطعام وممكن تضر الصحه كمان زي ما احنا عارفين. كمان لازم نتاكد ان احنا واحنا بنغسل الصحون دي نغسلها كويس جدا وبالحاجات، طبعا ممكن نحط خل واحنا بنغسل الصحون دي في الميه مع كمان السائل المنظف، ده بيخلي الحاجه شويه ريحتها تروح وبيقضي على اي بكتيريا داخل العبوات. ممكن كمان لو هنغسلها داخل غساله الاطباق ده طبعا شيء كويس جدا، بيحاول على ان احنا يقتل الميكروبات، لان الميه السخنه كمان بتقتل اي ميكروبات غير الخل. ثالث حاجه معانا النهارده ازاي ان احنا نحافظ على العلب البلاستيك، ان احنا نمنع البقع المتراكمه، لان بعض العبوات البلاستيكيه بتغير لونها وده بيفسد طبعا كل الحاجات اللي جواها، وزي صلصه المكرونه الصلصات الحل بقى بيقول لك لمنع هذه البقع هو رش العلبه بطبقه خفيفه من زيت الطعام داخل العلبه، عشان نحط طبقه عازله تمنع اي لون او اي حاجه من الاكل اللي العلبه دي وتمنع تكون البقع. من الحاجات كمان المهمه جدا لو احنا لقينا العلب البلاستيك دي فيها بقعه، هنقول بقى الحلول ليها. بيقول ان احنا المفروض ان احنا نحط معلقه كبيره من الكلور السائل في كوب من الميه الدافيه ونصبه داخل العلب اللي تغير لونها ونتركها داخلها لمده 30 دقيقه، ونغسلها بعدها هنلاقي ان هي فعلا استعادت لونها الاصلي. لكن المفروض ان احنا بعد كمان ما نستعمل الكلور دايما في اي اطباق او اي حاجه بنستعملها للاكل، المفروض ان احنا نعيد تاني غسلها يعني اكتر من مره بالميه والميه الدافيه كمان خاصه، ونحط الخل دايما. الخل بنقول ان هو مهم جدا في غسيل الاطباق، ونغسلها على طول لان الكلور ممكن يتخلل العبوات دي ويفضل طعم وريحه الكلور فيها. وكمان لازم نزيل دايما بقايا الطعام او العصائر العالقه على الجوانب عشان نتجنب التصاق روائح الطعام او البقع فيها، ولو احنا غسلناها بالصابون والميه الدافيه كمان دايما بيكون افضل. ازاي ان احنا نخلصها من روائح الكريهه؟ بيقول لك دايما ان احنا المفروض نتخلص منها ونمسحها باسفنجه نظيفه رطبه مغطاه بصودا الخبز. البيكنج صودا من الحاجات برضو مهمه جدا دايما بتنظف زيها زي